صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتم مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة. وغدا نعتذر على حساب الفيديو هذا ديال الشفنج اللي حطيته دابا شي ساعة، ولكن كان عندي مشكل في الصوت، يعني ما حيدت الصوت التحتاني وجاو جوج الأصوات والفيديو كان مزعج. المهم كنعتذر البنات اللي شاهدوا الفيديو. وغدا اليوم نحضر شفنج مغربي اللي كيجي رائع وزوين، واكيد غادي يعجبكم وما غاديش تبقاو تعكزوا عليه، وما غاديش يكون شي حاجه يعني اللي صعيبه باش تحضروها في المنازل ديالكم، سورتو هكا في العطل وفي الويكاند كنتشهاو، وحتى الوليدات كيبغيوه وراه كيجي زوين هكا في الافطار. يعني كلنا كنتشهاو اننا ناكلو الشفنج، وما كيجيش يعني فيه الزيوت بزاف، لان يعني الكاسرونه اللي قليت فيها هاد الشفنج هذا تقريبا الكميه ديال الزيت بقات هي نفسها، يعني ما كاينش شي حاجه، يعني ما كتبانش باللي راها هاد المسمنه هاد عفوا هاد الشفنج هذا راه واخد يعني بزاف ديال الدهون. ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة، كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد، وتبارطاجيوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. وغادي ندوز دابا باش نشوفوا المقادير ديال هاد الشفنج هذا اللي هي جد بسيطة ومتواجدة بكل بيت. عندي 400 غرام ديال الدقيق الأبيض، وعندي الماء الكافي للعجن، وعندي ساشي ديال الخميرة ما غنستعملوش كامل، غنستعمل غير النص ديالو، ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة والملح حسب الذوق، وعندي معلقة ونص ديال الخل اللي عنده دور كبير في هاد الوصفة هذه. خديت الخلاط وضعت فيه الماء يعني اللي غادي نحتاج لهاد العجين هذا، يعني ماشي كمية، تقريبا انا وضعت شي جوج الكيسان ديال الماء كبار، وغادي نوضع ربع الكمية ديال الدقيق، يعني جوج كيسان كبارين، وانتم راه الاختيار كيبقى ليكم يعني حسب الكمية اللي انتم باغين. تبارك الله هاد الكمية راه عطاتني بزاف ديال يعني الحبات هكا ديال الشفنج. وغنوضع دابا المقادير، عندي معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة والملح الكافي، وهذا نزيد الخميرة ديال الخبز، ما غاداش ندير هاد الساشي كامل، هذا فيه 11 غرام، انا غندير تقريبا غير يعني النص ديالو. والماء خاص ولا بد يكون دافي، يعني ما يكونش بارد، انا حاولت ما نكترش الخميره لان هذه الطريقه هذه في حد ذاتها هذه ديال الخلاط راها كتساعد على الاختمار هكا ديال هكا العجين بسرعه، يعني ما كطلش بزاف ديال الوقت باش تخمر. وضعت معلقه ونص ديال الخل، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضها حتى يعني تنسجم تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. انا خليته هكا يعني الفيديو تقريبا قدامكم باش تشوفوا بالتفصيل، خليت هاد المكونات مع بعضها كتندمج مزيان وكتفاعل، يعني على هادشي علاش كتجي ناجحه، لان كتخلط مزيان وهاديك الخميره كتدخل مع هاديك يعني ديك المقادير كلها، وما كتطلبش بزاف ديال الوقت باش تخمر وباش. المهم البنات بلا ما تبقاو تعكزوا على الشفنج وتفيقوا في الصباح وتشهاو، ومني كتبغي تصايبيه كتبقي تفكري انه خاص بزاف يعني تقنيات هكا ومقندلك فيه ونزيد غير بشويه بالماء، وهذه يعني كيجيكم داكشي معقد، مع هو ان الطريقه ديال باش نولي نصايبو بها الشفنج راه ما كاينش مسهل منها، وسهله على يعني بالنسبه للمسمن وهذه، انا كيجيني هذه الطريقه سهل منهم كاملين، كنتمنى انكم تجربوها، وما كيطلبش يعني شي مجهود ولا شي دلك، لان ديجا المقادير مخدومه مع بعضها. وخديت الخليط صبيته هكا في الاناء، وبقيت كنوضع الطحين غير بشويه بشويه هكا بالتدريج، وكنخلط بهالطريقه اللي هي سهله وبسيطه وما كيطلبش شي مجهود.
يعني شي مجهود عضلي، بقاو ندلكو ولا نخافو على العجينة. المهم انا عيني ميزاني كنشوف العجين انه يعني ما بقاش جاري ديك يعني الجرة اللي تيكون بزاف، وانما شوية، وفي نفس الوقت كيبقى يلصق في اليدين. كما كتلاحظوا كنبقى نوضع في الدقيق غير بشوية بشوية، وكنخلط هكا كندمج، غير كنحاول يعني ما كاينش شي حاجة يعني خصني نخدمها، وغير خاص غير هذاك الدقيق الابيض خصني ندخله وسط العجين، يعني ما يبقاش يبانوا ليا دوك الحبيبات البيضين او الدقيق الابيض اللي هكا يكون في الشناب. كنحاول نجمعه كامل وكندخل العجينة هكا مع بعضها غير بهالطريقة اللي كنستعمل انا. واستعملوا الليجات البنات في هاد الوصفة هذه لانها كتسهل عليكم، وما كيكونش العجينة كتضيع وتلصق بزاف في اليدين. كما كتلاحظوا كنجمع غير هكا، كنحاول نجمع الجناب اللي كيبقاو ليا في الاناء اللي خلطت فيه. وها هي العجينة ديالي، سهلة وبسيطة، يعني تقريبا 5 ديال الدقائق ها هي واجدة. ودابا غادا ندوز باش نغطيها، وتقريبا راه ما خدتش ليا بزاف ديال الوقت يعني باش اختمر هذا، تقريبا شي 20 دقيقة، تخليه من 20 حتى 30 دقيقة راه يكون واجد اكيد، لان الخميرة والمدافي راهم تفاعلوا في الخلاط وما كتطلبش بزاف ديال الوقت. وكندهنوا يدينا قبل كل شيء بشوية ديال الزيت، من بعد ما خمرت لي العجينة غادي نخرج منها يعني نفرغ منها داك الهواء اللي تيكون فيها الداخل كما كتلاحظوا. والعجينة كما قلت لكم خاصة تكون طرية وتكون تلصق في اليدين، وما تكونش يعني جارية، نسمعوا بلي تكون طرية وتكون جارية فوق القياس. وغنبقى نديرهم هكا كويرات ونشكلهم. كما كتلاحظوا يعني الكويرات ديولي من بعد ما قديتهم العجينه راه كتبان ناجحه، راه كلشي واضح في الصور، يعني ملي كتبان لكم الفقاعات في العجين هذاك يعني باللي العجين ديالكم ناجح 100%. وخديت مقلاة درت فيها نص كاس ديال الزيت، ماشي بزاف غير نصف، المقلاة ما كانتش كبيرة بزاف يعني صغيرة، ويعني ما كيلاش خو بزاف ديال الزيت وتضيعوه هكا في طناجر كبار ولا، يعني غير هكا في داكشي صغير، وفي نفس الوقت كيكون يعني في نفس الوقت اقتصادي، ما نخوش بزاف ديال الزيت لان الشفنج ما كيشربش الزيت بزاف. وخديت كاسرونه اللي حتى هي صغيره ووضعت فيها الزيت يعني بكميه باش هكا نقلي فيه هاد الشفنج. وكناخد المقله الاولى كنوضع فيها الشفنج ديالي وكنخليه يعني حتى يبانوا ليا دوك الفقاعات وكتبدا العجينه كتطلع، وفي نفس الوقت كيكون كنشوف من التحت ديال يعني هكا الشفنج باللي كيبدا كيتحمر شويه، هذا كيعني باللي العجينه ديالي من الوسط ديالها ما بقاش خضر بزاف، يعني بقى ليها غير تحمر وصافي. كنسخنوا في الاول الزيت على نار اللي تكون عاليه، ومن بني كنبداو نطيبو كننقصوا من درجه الحراره ديال النار باش هكا الشفنج ديالكم ماشي غير يتحرق ويبقى من الداخل خضر. ضروري خاصكم تردوا البال يعني تنتبهوا ما يكونش النار ديالكم اللي تكونوا تقليو في هذا الشفنج يكون مجهده، خاصها تكون يعني حراره تكون نازله. من بعد ما في الاول يكون اكيد الزيت سخون مزيان، وكما كتلاحظوا هنا راه يعني الشفنج ديالي من التحت طلعوا دوك الفقاعات ومن التحت بدا كيتحمر، هذا كيعني باللي الشفنج ديالي خصني نحوله ونوضعه في الكاسرونه اللي كيكون فيها الزيت يعني بزايد. كما كتلاحظوا بدات كتحمر، ويمكن لكم تحمروه بزاف شويه هذا لكم الاختيار. انا صراحه كيعجبني الشفنج ملي كيكون محمر ومقرمش، هني كل واحد وكيبقى لان ملي كيتحمر واخا كيكون يعني كيبرد كيبقى مده طويله بارد، كيبقى محافظ على ديك القرمشه ديالو يعني ما كيوليش لاوي. واستمريت بنفس الطريقه كنوضع في المقلاة اللي كيكون فيها زيت قليل، وكنحط يعني بعد ما كطيب ليا شويه كنحولها للكاسرونه وكنشكل عاود وحده اخرى بنفس الطريقه اللي شفتو معايا في الصور.
وكناخد يعني فرشاة ونستعين هكا بمعلقة وفرشاة باش نقلب. وانا غدرت شوية هاد الشفنجة كبير في هاد الحجم هذا يعني باش نختصر، وفي نفس الوقت كيجي عندهم منظر احسن صراحة. خصو غير داك الشريط اللي كيستعملوا في المغرب، داك الخضر هذاك كيعطيه منظر اكثر. قلبت عليه ولكن ما عنديش، كاينين هكا في محلات هنايا عند الجزارة، ولكن انا ما مشيتش عند يعني ما خرجتش هكا باش نجيبه. كيكون محلينه هكا في داك النعناع والربيع اللي كيجي من المغرب كيكون مدايرين به. مرة اخرى ان شاء الله ونبارطاجي معكم في شي روتين هكا. واستمريت بنفس الطريقة، كنحط الشفنج ديالي في المقلاة، ومني كيطيب هكا من الطيبة كيبدا يتحمر من التحت كنحوله في الكاسرونة باش يتحمر مزيان. يعني يمكن لكم تخدموا هكا وانتم مرتاحين، كما سبق لي قلت لكم راه ما كيطلبش بنات بزاف ديال الوقت او بزاف ديال التقنيات. وحتى الزيت راه ما كيشربوش كما لاحظتوا معايا، نفس الكمية اللي وضعت باش نقلي فيها بقات هي نفسها، يعني ما هبطش داك الزيت، يعني ما كيشربش بزاف ديال الزيوت كما كتلاحظوا. مني كنسالي من الكاسرونة كيبدا كيتحمر من التحت كنحولو، عفوا من المقلاة كنحولو الكاسرونة، وكنوضع هاد كنحاول ندير يعني الثقبة اللي كتكون في الوسط كتكون شوية عريضة باش ما يجيش، باش حيت من العجينة مني كتبدا كطيب كتبدا كتجمع، يعني باش يبقى باين باللي راه الشفنج ما يجيش بحال الخبزة يعني مقارب. اكيد غادي تنوضوا غادي تجربوا وليداتكم في هاد العطلة هادي، غادي يكونوا فرحانين. انا راني كنت علاش حيدت الفيديو، لان وليداتي كانوا حدايا وكانت الهضره وداكشي، وفي نفس الوقت كنهضر معاهم وكنضحك وكنطيب، وراه ساهل البنات وما كاينش شي روينه هكا ولا شي حاجه كتبقى موراه، راه ما كاينش. انا راه كيجيني يعني سهل من المسمن بزاف، لان ما كنبقاو لا نطوي ولا حتى شي حاجه، يعني غير كتشدي وكتحطي في المقله بكل سهوله. وطريقة العجين أكيد أسهل، وهي اللي غادي تشجعكم وتحمسكم أنكم تنوضوا وتصيبوه. ولا بد أنكم تحكدوا مني كتحطوه في المقلاة في الكاسرونة عفوا تبداو تقليو فيه، خاصكم تبقاو ترشوا عليه بالزيت باش دوك الفقاعات ديال الشفنج يبانو ويطلعوا. وهذا هو الشفنج ديالي كما كتلاحظوا، كيجي غزال ورائع، وصدقوني احسن من ديال الزنقه، لان ديال الزنقه ما كنعرفوش شنو فيه وباش مخدوم وباش معجون، ويعني واش دايز عليه مده واش جديد ولا طري، ما كاينش احسن من الحاجه ديال اليد. وفين ما تشهاوه تنوضوا تصيبوه، وما كياخدش لكم بزاف ديال الوقت، تقريبا ساعه ونص هو عندكم في فوق الطبلة كتاكلوا فيه. وبصحتكم وبراحتكم، كما كتلاحظوا راه كيجي متقب في الوسط ديالو، كيجي خاوي وناجح. انا فتحت معكم باش تشوفوه يعني من الداخل ديالو كيفاش داير، وتقدموه اكيد مع بريريت ديال اتاي اللي ضروري مع الشفنج. وكنت من البنات ان هاد الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالدعم ديالكم اكيد. وكنبغي نرحب بكاع البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عاد انضموا جداد، وكنقول لكم ما تنسوش تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد. وغادي دابا نبقاو نشوفوا الصور يعني كيفاش جا الشكل ديالهم من الداخل. انا درت هذا الفيديو هذا تشجيعي خصوصا البنات اللي كيكونوا هكا في الغربة بحالي، كنفيقوا في الصباح بعض المرات وكتقول لي والله الا بريريت اتاي خاصو غير الشفنج. ومن اليوم ما غاديش تبقاو اكيد انكم تشهاو، غادي تنوضي بسرعة وتخلطيه يعني قبل ما تشدي وليداتك المدرسة، تخلطيه هو الاول وتمشي تجي لدارك وصافي تشدي وتقلي، يعني ما كاين لا طويلة حتى شي حاجة، يعني ماشي بحال مسمن يعني أسرع وأسهل.
وهذه الوصفة هذه أكيد غدا تولي معتمدة عندكم، وكنقول لكم شكرا لكم البنات على التشجيع ديالكم الدائم، وكنقول لكم سلامة ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، وكنعتذر على الفيديو ديال قبيلة لأنني حطيته وعقبت مسحته. سلام عليكم.